لو الحكاية فيها إن فيتو. حضرتك حاولت كان الكام بالظبط يا دكتور؟ حضرتك حاولت كان الكام لما قسيت وتر؟ انا هنا اشوف واحد عامل كام؟ والمسموح بيها يدخل لحد كام؟ لا المفروض المحركه عاليه زي التزام تمام. اهو بالك دي كمان مش حاجه اسمها، بس بيأدي الامتحان عادي. بيأدي هو مش فيش حاجه. مفيش اي اعراض او اي حاجه. انا لازم احط حاجه اسمها وقائي دلوقتي. اسمها وقائي، اعمل حاجه وقائي. هو الراجل قال لي كله فيتو.